الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ثقل بها الموازين، وبيض بها الوجوه، وبيض بها الصحائف، وارفع بها درجاتنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، وادخلنا بها جنتك مع النبي الكريم في أعلى عليين. اللهم آمين. وبعد، في دروس جديدة نتحدث عن كتاب قد جمع فيه بعض أهل العلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح منها وما حسن، ثم استخرجوا المكرر، فأصبحت أعداد الأحاديث ليست بالأرقام الكثيرة، فربما الحديث الواحد روي وتكرر في أماكن كثيرة. السبب في ذلك أمرين. الأمر الأول أنه ينبغي على المسلم أن يعرف منزلة السنة النبوية في الإسلام. الأمر الثاني أن في هذه الأيام كثير من المجرمين يريدون أن يشككوا في دين الإسلام وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك منذ أكثر من 100 عام، لكن مع التواصل الاجتماعي الآن أصبحت ظاهرة عند كل من هب وذب. من يموله الله أعلم، لكنهم في كل يوم يخرجون بوجوه قبيحة تسب البخاري أو تسب أبو هريرة، حتى يريدون أن يضعفوا هذه القيمة العظيمة، قيمة السنة النبوية، في نفوس أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خطير جدا. هذا الأمر الخطير يعني مش إحنا اللي بننبه عليه فقط، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر منذ 1400 عام في حديث المقدام ابن معدي يكرب الكندي رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب، أي القرآن، ومثله معه، اللي هي السنة، لأن السنة هي التطبيق العملي للقرآن الكريم. ولو قمت فتحت المصحف دلوقتي وجبت سورة النور الآية 56 فيها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طب ليه أطيعوا الرسول؟ لأن من يطع الرسول في النساء، من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب وش معنى القرآن؟ مش معنى الصلاة؟ لماذا الصلاة والزكاة؟ لماذا؟ لأن ما فيش تفصيل لهم في القرآن الكريم، إنما تفصيلهم فين؟ فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك، يعني إن الزمان استطال وهو قريب، رجل ينثني شبعانا، عنده كرش كده وحملات ولا من غير حملات، أي مسخ، تسموه إبراهيم، تسموه عيسى، تسموه إسلام، تسموه بحيري، أي خنزير وخلاص، وتحطوا عليه اسم من هذه الأسماء، يقول إيه؟ شبعان على أريكته، استوديو فخم ومركز تكوين ويعني إخراج فظيع جدا، ويبدأوا يشككوا الناس في إيه؟ في ثوابت هذا الدين. ينثني شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هم يقولون ذلك، يقولون ذلك. طب كيف بيقولوا هذا الكلام؟ ببساطة كده، لما أبدأ أطعن في أبو هريرة وبعدين أطعن في البخاري، الهدف من كده إيه؟
ايه الدرجة اللي بعد كده؟ خلاص وقفوا؟ ولا الدرجة اللي بعد كده الطعن في القرآن الكريم؟ الطعن في القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم جلنا عن طريق الرجال، والرجال دول منهم مين؟ منهم أبو هريرة والصحابة رضوان الله عليهم. بدأ يسب الصحابة ويضعفهم ويكذبهم بدون وجه حق، بدون وجه حق، لأن هذه الأمة رزقها الله علم، كما يقول أبو حاتم الرازي، يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم استخرجت علما، المستشرقين بيقولوا هذا الكلام كمان، استخرجت علما لم يوجد في أي أمة سبقت أمة محمد، علم الإسناد، مين فلان وعن مين فلان، وبعد كده طلعت من الإسناد علم جديد اسمه علم الجرح والتعديل، يجيبوا كل واحد يعرفوا اتولد فين ومات فين وحفظ ايه وما حفظش ايه، سلوكه ايه، ادابه ايه، ضابط ولا مش ضابط، بيحفظ الكلام ولا بيشوش الامور عنده. كل هذه الامور لم تكن في اي امة الا امة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبه على هؤلاء الناس الذين سيظهرون يشككوا في سنته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يضعفوا منزلتها في قلوب المسلمين، وده أمر خطير جدا لابد أن احنا ننتبه إليه. ليه؟ لأن السنة مصدر أساس من مصادر التشريع. ربنا يقول في القرآن أقيموا الصلاة، كيف أصلي؟ أروح للسنة. بيقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لم يذكر الفجر، فين الظهر والعصر فين والمغرب والعشاء فين؟ فين أوقاتهم؟ فين أوقاتهم؟ فين نروح للسنة. فبيجب على كل مسلم إن هو يسمع ويطيع للسنة الصحيحة، السنة الصحيحة، كما يسمع ويطيع لله، لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ما هي السنة؟ السنة هي ما ثبت، ما ثبت، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيه؟ قول أو فعل أو تقرير، يعني يكون جالس وموقف معين يحدث وما يحرمهوش، مثل موقف خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما جاب حيوان اسمه الضب بيعيش في الصحاري، بتوع شبه جزيرة العرب بيعرفوه كويس، يعني مثل الحرباء كده، وسلخوا بعد ما ذبحوا ولا قتلوا وسلخوا وشواه وهياكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها خالد خالد بن الوليد خالته، فخالد عزم على النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فالنبي مد إيده عشان يأكل، فقالت خالته يا خالد قل لرسول الله ماذا سيأكل، فقال إنه الضب، فرفع النبي يده، ما كانش، لكن النبي ما بيعبش طعام، ما عاب رسول الله طعاما قط، إنما قال إيه؟ إنه ليس من طعام أهلي، أنا ما أكلتش الأكلة دي قبل كده، كثير من النبي يحدث مع الأمور دي، يعني مش كده، هذا ليس من طعام إيه؟ أهلي فقط. لكن ترك خالد يأكل ولا ما تركوش يأكل؟ تركه، يبقى قرر أن ذلك مباح، لكن لم يقل له هذا إيه؟ هذا حرام، وقال بس إيه؟ إنه ليس من طعام أهلي، أو وصف خلقي أو خلقي، ده واحد بيتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في زيه، في شكله، في طريقة تسريحه، في لحيته، في هذه الأمور، وبيبتغي من ذلك أنه يتبع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يثاب عليه، وإلا فالكفار ده أنهم أطول مننا ومش كده، وبيسرحوا من نص يفرق من نص وبيعملوا الأشياء بتاعت إيه، كثير مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة النبوية هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي له صلى الله عليه وسلم. طيب هل القرآن الكريم أمر المسلمين باتباع السنة؟ نعم، في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أو ينهى. قال ربنا في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا في آل عمران قارنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بطاعة الله عز وجل. يقول وأطيعوا الله والرسول، مش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وإيه؟ والرسول، لعلكم ترحمون. لأن الذي أرسله ربه وهو يحمل رسالة من الله وما عليه إلا البلاغ صلى الله عليه وسلم، وقد بلغها كما هي، كما هي صلى الله عليه وسلم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستجيب لكل شيء يدعونا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كأن القرآن والسنة مادة حياة القلوب، مادة حياة القلوب. والذي لا يتبع القرآن أو لا يتبع السنة إنسان قلبه ميت، والذي يتبع القرآن وينكر السنة مش ميت بس، ده كافر، هذا كافر في الحقيقة. من ينكر سنة رسول الله الصحيحة الثابتة كافر. كلمة واحدة، كلمة واحدة، وكل أهل العلم يقولون ذلك، كل أهل العلم يقولون ذلك. لماذا؟ لأن السنة أصل ومصدر من مصادر التشريع. بل إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة طاعة لمين؟ لله. ليه؟ لأن ربنا قال على سيدنا النبي في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو مبلغ عن الله، قال له إن عليك إلا البلاغ، وفي آية تانية البلاغ المبين الواضح. فربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. بل من علامات صدق محبة العبد لله سبحانه وتعالى، الدليل على أن يكون صادق في محبته لربه سبحانه وتعالى هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آل عمران ربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش حبوني، كلنا بنحب النبي، المسلم الطائع والعاصي كله بيحب النبي، حب القلب عواطف، الجميع بيحب رسول الله سواء ملتزم أو غير ملتزم، غير ملتزم كله بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مش ده المطلوب، المطلوب حب القالب. إيه حب القالب؟ يعني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والابتعاد عن كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا تبين هذا الأمر، وحذرنا القرآن الكريم من مخالفة أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. في سورة النور ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة زي الفتن اللي بيطلعها مين؟ الكذابين الدجالين الآن. أو عذاب أليم إن استمر على ما هو عليه ومات فليس له إلا العذاب في الآخرة. القرآن الكريم أيضا بين إن من يتعمد مخالفة، من يتعمد مخالفة، من يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التعمد يؤدي به إلى الكفر. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب إيه؟ الكافرين. فإن الله لا يحب الكافرين، لمن تعمد. بل إن القرآن الكريم لم يبح لأحد من المؤمنين أن يخالف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحزاب قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، ربنا سبحانه وتعالى صدر هذه القصة بكلام عجيب، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء الأمر من ربنا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي على المسلم الاتباع. ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بين ربنا إن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ضلال مبين. قال ربنا
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، واضحا ظاهرا والعياذ بالله. وجعل القرآن الكريم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في خصوماتنا في خلافاتنا من لوازم الإيمان. المؤمن دايما لما يكون عنده مشاكل بروح يحل فين؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يكمل إيمانهم ولا يصدق إيمانهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شجر الخصومات التي بينهم. مش كده وبس، مش ياخذ بس الحكم فقط، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكونوا راضيين من داخلهم ويسلموا تسليما، ينقادوا لحكمك، لأن حكمك هو حكم الله سبحانه وتعالى. وغيرها كثير من آيات القرآن، نكتفي بالعشر الآيات التي ذكرناها. السنة كذلك من الوحي المنزل، السنة من الوحي المنزل. في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي. من ضمن طرق الوحي إن يلهم في قلبه وعقله صلى الله عليه وسلم. في 8 أنواع في الوحي: الوحي المباشر، صلصلة الجرس، صوت النحل، يجي له واحد زي اللي جاله في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، بيجي له على هيئة دحية الكلبية وشاب، ومن الصحابة اللي كان شكلهم جميل كده. قرآن ربنا يقول في القرآن: وأنزل الله عليك الكتاب، اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي إيه؟ السنة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة، هكذا قال الحسن وقتادة: الحكمة هي السنة. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا. ابن القيم قال: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، باتفاق السلف في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن عليكم السلام، والحكمة السنة المطهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في واقعة بتدل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، في الصحيحين عن يعلى بن مرة أنه كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، نفسي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيأتيه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منطقة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، أظل به يعني في حد مسك له، كان دائما أبو بكر يفعل هذا في الليل في النهار المشمس، يمسك ملاءة كده ويقف إيه، يظل الرسول الله صلى الله عليه وسلم. معه ناس من أصحابه فيهم عمر، جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بالطيب، يعني بيرفيوم يعني، قال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب، يعني حط الطيب وبعدين لبس الإيه الإحرام. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي، النبي ما كانش عنده إجابة، فنظر إليه وسكت. إحنا طبعا لو السؤال ده تسأل لأي واحد فينا هيجاوب، كل بس اسأله إبراهيم عيسى كده، هو يقول ينزل عليه قرآن جديد، يخترع لك أي حاجة لعنة الله عليه، هو ومن معه ومن سانده ومن يسمعه ومن يؤمن بكلامه، إلا الحمقى والجهال نسأل الله أن يهديهم فقط يعني. فأشار إليه بيده، سكت النبي ساعة، فجاء الوحي، أشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متظلل، فقال له: تعالى انظر من هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة هكذا، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ لما انتهى الوحي سأل النبي مين، فالتمس الرجل، تمسوه يعني بحثوا عنه، فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، لأن الجبة متفصلة مش كده، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع
في حجك، يعني تلبس الايه؟ الازار والرداء، الازار والرداء. الامر الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم امر امته باتباع السنة المطهرة فيما روى أبو داود والترمذي في حديث حسن صحيح، وهذا في مصطلح الحديث الحسن صحيح ده الذي أنشأه الإمام الترمذي، صححه الألباني عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم، يعني في الزمان الآتي سيأتي أناس متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. يعني لا ينظر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر له. طب كم بيصلي؟ حتى منهم ناقشت بعضهم من 10 سنوات، وأنا لا أحب أن أجلس مع هؤلاء الناس أبدا أبدا، يعني من 10 سنوات كده قلت له: كم بتصلي؟ الله، إحنا بنفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية، يعني بيصدقوا السنة الفعلية وما يصدقوش السنة الايه؟ القولية. قلت له: كويس، بتصلوا كم فرض؟ يعني انتوا بتاخدوا بمزاجكم بقى سنة فعلية وسنة، بتصلوا كم فرض؟ قال لي: بنصلي 3. قلت له: صلاة ايه؟ قال لي: الدلوك والغسق والفجر. حد فاهم حاجة؟ الدلوك، اقيم الصلاة لدلوك الايه؟ الشمس، وقرآن الفجر الثانية في سورة سورة هود، قال ربنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعبنا بصير، وتركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ولا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بتصلي إيه؟ قل الدلوك والغسق والإيه والفجر، لأن بنصلي طرفي النهار يبقى هم فرضين بس والفجر فقط. يعني بتصليهم ازاي؟ قال لي: صلاه سنه فعليه. قلت له: طب ما هو صلى 5 صلوات سنه فعليه، اخترت 3 ازاي؟ بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ من هذا المثال يتضح لك ان ثوابت الفهم مش موجوده، مفيش حاجه يستقيم عليها المنسم للمناقشه، وبالتالي أمثال هؤلاء لا تتعب نفسك معهم أبدا. كان معي واحد الله يكرمه، أنا عمال أقنع فيه وهو مفيش، فقال له: أنت عارف أنت عامل زي إيه؟ زي راجل فيه نكتة كده بيقولوها أخواننا بلاد الشام، قال له: أنت عامل زي راجل دخل قرية فأكرموه كرم كبير جدا فحب يمدح، فقال له: أنت رجل ولا كل الأرجل، أنت رجل ولا كل الأرجل، فما كان من صاحبنا هذا منكر السنة إلا طلع من لسانه قيح وصديد بألفاظ سيئة جدا جدا، ما تخرج حتى من إنسان من اللي بتقولوا عليهم زعران دول. أي سنة هذه وأي دين هذا الذي تنكره؟ ألم أقل لكم إما أحمق وإما كافر، وإما مدفوع له بالأجر، وإما متلبس باسم مسلم وهو يعني يفعل ما يشاء بين المسلمين. في رواية الترمذي أيضا الذي بدأنا بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ومتكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله تعالى، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. في حديث البخاري أيضا ومسلم عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، الآيات اللي ذكرناها، ومن عصاني فقد عصى الله. في الصحيحين أيضا عن أنس أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. أيضا في رواية أبو داود للعرباض بن سارية قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الأول الفاضل والقرن الثاني والثالث الخير القرون قرني ثم الذي يلي ثم الذي يلي، وبتبدأ الفتن بين الناس. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه؟
في الاختلاف ده إلى أين المهرب؟ نستظل بأي ظل، نتبع أي فكر، أي طريق نسير فيه؟ قال: فعليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم، المهديين الراشدين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. عارف آخر درس بيسموه إيه؟ درس الحكمة أو درس العقل. أهدي النواجذ، مش ماسكها بطرف السنة ممكن تشدها، لا، في الداخل كده، عض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السنة النبوية لها مكانة كبيرة جدا في بيان الأحكام الشرعية. العلماء اتفقوا على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، والمسلم مطالب بتنفيذ ما بلغه مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في كتير قوي بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كتير يعني، بس بص على أي تلفزيون عربي كده وشوف المشايخ بيكذبوا ازاي على النبي للنهار. ها؟ ولا يتورع يعني، لا يتورع انه يعمل، حتى يقعد يعمل يكتب الحديث كده يحطه حتى على يشوف الحديث في الدرر الثانية يشوفه حديث صحيح ولا غير صحيح، لا يتورع يعني. حتى لو كتبوا تكة واحدة على الكمبيوتر أو على التليفون بتاعه، ها، هيعرف الحديث صحيح وتخريجه ومين اللي قاله وإسناده وضعفه فين أو صحته فين أو قوته فين وفي أي كتاب ومتكرر فين وألفاظه فين والألفاظ المختلفة ومن رواه. ها؟ ما بيعملوش هذا الأمر. السنة مصدر من مصادر التشريع، وبالتالي بنأخذ منها ما ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن لها أنواع. أنواع السنن، أول نوع مبينة موضحة لما أشكل في القرآن الكريم. حاجة مش فاهمينها في القرآن، تيجي السنة تعمل إيه؟ توضح. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة النعم، سورة النحل: بالبينات والزبر. الزبر اللي هو القطع، مش قال لهم آتوني إيه؟ زبر الحديد، مش كده؟ أول مهندس استخدم الجنك يارد، مش كده؟ أخذ الحديد اللي الناس رامينه وعمل به السد ذو القرنين، مش كده؟ طيب آتوني، قال بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكرى اللي هي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن نزل وانت هتوضح هذا الأمر. اللفظ هنا في القرآن الكريم ربما يكون لي أكثر من معنى، وبالتالي بيشكل على السامع المراد من هذه الايه؟ الآية. حتى على الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأحيان، مع أنهم أقرب الناس لرسول الله وأكثر الناس فهما وأعمق الناس إيمانا وأعظم الناس فصاحة، لكن في بعض الآيات كانت تشكل عليهم، فكانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم المراد. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الآية القرآنية في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ مش كل واحد بيعمل ذنب يبقى ظلم نفسه وعرض نفسه لعذاب الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون. هذا الفهم فهم خطأ، اللي انتوا فهمتوه اللي هو ظلم النفس بالإيه؟ بالسيئات، هذا خطأ. ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا هو إيه؟ الشرك. الظلم هنا هو الشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فربما يكون الآية أو مقاصدها أشكلت على صحابة النبي أعظم الناس فهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمق الناس إيمانا وأكثر الناس فصاحة، مش فاهم، فبيعمل إيه؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يوضح مثل هذا المثال. الظلم ليس أي واحد بيظلم نفسه، يقصر في طاعة ظلم نفسه، يعمل معصية ظلم نفسه،
غفل عن ذكر الله ظلم نفسه، قعد في مجلس سمع كلام مش كويس ظلم نفسه، كل ده ظلم، كل ده من باب الظلم. لكن هذه الآية لا يقصد بها الظلم الايه؟ السيئات، انما يقصد بها ايه؟ الشرك بالله. قصة عدي بن حاتم المشهورة اللي بنذكرها دايما في رمضان في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. عمل إيه عدي بن حاتم؟ قال عمدت، يعني عملت بالعمد كده، وذهبت وأحضرت إلى عقال أسود، حبل أسود، حبل أسود، وإلى عقال أبيض، حبل أبيض، لأن هو فهم إيه؟ حتى يتبين لكم الإيه؟ الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود. فجعلتهما تحت وسادتي، تحت المخدة، وكل ما يستيقظ بالليل يمسك الحبلين يبص فيهم، مش شايف حاجة، ما الدنيا ظلمة أصلا، يعني هيشوف إزاي الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ شيء عجيب يعني. بس رضوان الله عليهم كان فطرهم سليمة، رضوان الله عليهم. قال فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، أنا لا أرى شيئا. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحت أصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وهو جاب إيه؟ خد المعنى خيط، فجاب حبل وحبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هنا؟ بيّن ما أشكل في الفهم، مش فاهمينه، في القرآن الكريم. مش للصحابة بس، احنا طبعا أبعد الناس عن اللغة العربية، هم أعظم الناس فهما للغة العربية، فاحنا كمان يعني محتاجين نفهم كل كلمة من كتاب الله وسنة رسول الله. كذلك مبينة، قد تأتي السنة من أنواعها مبينة لما أبهم في القرآن الكريم. في الصحيحين، في صحيح البخاري، أنه تمارى بن عباس والحر بن قيس، تمارى يعني تجادلوا، المراء هو المجادلة، في العبد الصالح المذكور في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والرحمة بتسبق العلم، لذلك بعض أهل العلم يقولون سورة الكهف دي سورة الرحمة، تجد الأربع قصص دائما كل النعم اللي فيها بيسبقها إيه؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فسأل أبي، الاثنين لما تماروا وتناقشوا راحوا يسألوا أبي بن كعب رضوان الله على الجميع، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا. وخضر بقى بعضهم بيقولوا اسمه، وبعضهم لأنه كان لابس لبس أخضر، وبعضهم لأنه كان إذا جلس في مكان بيخرج منه العشب الأخضر وما إلى ذلك. فهنا لما أبهم عليهم راحوا سألوا واحد، أبي بن كعب، وأبي بن كعب كان له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم العبد ده هو مين؟ الخضر. أيضا من أنواع السنة مبينة لما أجمل، ما أجمل في القرآن الكريم محتاجين تفصيله. ربنا يقول أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ وش معنى الصلاة دي سرية ودي جهرية ودي أربع ركعات ودي ثلاث ركعات ودي ركعتين؟ وضح ذلك مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها، عدد ركعاتها، صفتها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بينت السنة الأنصبة، الأنصبة اللي عنده 20 دينار ذهب يعني 85 جرام يعني 200 درهم فضة 624 أو حاجة و40 لا أذكر من الجرامات الفضة بيطلع 2.5%. الزرع اللي عنده كم وسق يعني حوالي 600 وكذا كيلو يطلع منهم قد إيه، إذا كانت بتروى بالماء
بالآلة ولا بتروى بالمطر؟ الأغنام والأنعام والأشياء دي كلها مش مذكورة في القرآن الكريم، بيّنها رسول الله. يبقى مبينة السنة، مبينة لما أجمل في القرآن. حضراتكم انتبهتم إن هم عايزين يطعنوا في إيه؟ مش في السنة بس، ده بيطعنوا في الإسلام جملة وتفصيلا، جملة وتفصيل. خلاص ما فيش زكاة بعد كده بقى، طلع طلعوا، ما فيش صلاة صلي. طيب أيضا قد تكون مخصصة لما عمم، مخصصة لما عمم في سورة النساء، ربنا بين المحرمات من النساء، المحرمات من النساء. قال ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى آخر الآية. وبعدين قال بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى عم جميع النساء من غير المذكورات، السنة خصصت الجمع. هل يجوز لأحدنا أن يتزوج امرأة وعمتها؟ يجوز؟ لا يجوز. امرأة وخالتها؟ لا يجوز. السنة بيّنت ذلك. ليه؟ القرآن هنا عمم، فجاءت السنة خصصت ومنعت زواج مين؟ زواج المرأة وعمتها وخالتها. ليه؟ هي الزوجة الثانية اسمها ايه؟ بيقولوا عليها اسمها ايه؟ ضر. والضر ده من ايه؟ من نفع ولا من الضرر؟ من الضرر. طيب واصل العلاقة بين الاقارب مبنية على ايه؟ مبنية على قطع العلاقات ولا صلة الارحام؟ صلة الارحام. لذلك جاءت السنة النبوية وخصصت ما عمم فمنع، وحرمت زواج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية عمت جميع الأبناء على اختلاف مللهم، مش كده؟ مطلق. ما قالش يوصيكم الله في أولادكم المسلمين للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم، مطلقة، عام على الجميع، عم جميع الأبناء على اختلاف الملل. جاءت السنة خاصة الميراث بالولد المسلم دون الإيه؟ الكافر. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يبقى جاءت السنة عملت إيه؟ خصصت ما كان عاما. أيضا من أنواع السنن قد تأتي مقيدة للمطلق، لما يكون أمر مطلق في القرآن الكريم تأتي السنة تقيده تحدده. زي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. منين بقى أيدهم؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ مش معروف، مش كده ولا إيه؟ يعني واحد سرق من ربع دينار، بيبدأ القطع من ربع دينار. وأظن المعري كان قال بيتين شعر كده فيهم تشكيك في الأمر ده. اليد بخمس متين عسجد، يعني خمس صوابع، ما بالها قطعت في ربع دينار، نتوب إلى مولانا الباري. بعد كده يعني بنسلم أمرنا بقى، يعني مش أنا مش قادر أستوعب الموضوع ده. فرد عليه الشافعي في كلمتين، قال له: اليد إذا خانت هانت. الخائن ملوش قيمة. هنقطع ايه بقى في الآية؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فين بقى؟ ده حكم مطلق في السرقة، وإن كانت قليلة. فجاءت أولا قيدت بإيه؟ بحد معين لا يقل عنه، بظروف معينة لابد أن يكون في حرز، حاجات كده في الإيه؟ في تعريف السرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم خصص الأمر ده، ألا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. من أي مكان تقطع؟ حدث من عند الرزق.
حددت هذا. أيضا قد تأتي لإضافة حكم جديد، يعني السنة النبوية قد تأتي لإضافة حكم جديد. قال ربنا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق، رجس أو فسقا أهل لغير الله به. حصلت هذه الآية المحرمات من الأطعمة في هذه الأصناف الأربعة، مش كده؟ اللي هو الإيه؟ الميتة، الدم المسفوح، لحم الخنزير، أو الإيه اللي أهل لغير الله به، هذه أربعة حصلتهم فيها. لكن جاءت السنة وأضافت أنواع أخرى من الأطعمة. زي إيه؟ في خيبر، بعد خيبر أو في أثناء خيبر، المسلمين جاءوا مجاعة كبيرة جدا. كان معهم حمر أهلية أو بيسموها الحمر الإنسية المستأنسة، يعني لأن في فرق بينه وبين الزبرة اللي هو المخطط ده. المخطط ده يجوز أكله، حمار الزملكاوي ده يجوز أكله، المخطط ده يجوز أكله. ليه؟ لأنه وايلد من بتاع العايش في كده في 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 الغابات كده، يجوز أكله. إنما المستأنس ده لا، يتركب بس يركبوه لكن ما يكلوش. فذبحوه وحطوه في القدور. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال: ألا إن الله قد حرم عليكم الحمر الأهلية. خلاص انكبت القدور، يصبر على الجوع ولا يصبر على معصية الله. كب هذه الحمر الأهلية، حرام خلاص. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية. حرم كمان ذوات الأنياب من السباع. ينفع واحد يأكل أسد؟ فاش، مش كده؟ يأكل نمر، يأكل كلب؟ ما ينفعش. صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. بالجملة ما ذكرناه اليوم مقدمة للكتاب الذي سنتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. المجموعة كلها ستكون سردا، وهذه يعني سنة محمودة عند الأزهر الشريف دائما، بيكون في بعض الأروقة يعني تحت عمود كده، في بيقرأوا البخاري، يقرأوا مسلم، يقرأوا. والعجيب إن المسلمين قديما كانوا يستنصرون ويستدرون إجابة الدعاء بقراءة البخاري. في زمان الخديوي إسماعيل، الدولة المصرية كانت دولة واسعة قوي. أثيوبيا اللي بتمنع النيل عن مصر الآن دي كانت ولاية تحت الدولة المصرية، والجيش المصري كان بيحارب هناك وعمال ياكل إيه هزايم زي دلوقتي وأكتر. لا دلوقتي ملوش مثال، عشان دلوقتي هم بتوع الكحك والبسكوت يعني. لا إله إلا الله. المهم إسماعيل راح الأزهر وجمع المشايخ وقال لهم: اقرأوا البخاري وادعوا عشان ربنا ينصرنا. المشايخ يقرأوا البخاري ويدعوا تزداد الهزائم. فراح غضبان عليهم قال لهم: إما هذا ليس البخاري أو أنكم لستم مشايخ. فقام واحد منهم قال له: هذا البخاري ونحن المشايخ العلماء، إنما أنت الظالم المعتدي الباغي الطاغي، ولذلك هزمك الله. الشاهد في القضية إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، بنستدر بها عطف الله، بنفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وبنستطيع أن نعبد الله على بصيرة من أمرنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير كريم. اللهم آمين.